من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب ان الائمه شهداء الله عز وجل على خلقه من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث في هذا الباب يرويه الكليني باسناده عن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام في تفسير هذه الايه افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامة ورحمة هذه الآية في سورة هود الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية براهين ثلاثة البرهان الأول أفمن كان على بينة من ربه على رؤية واضحة للحق. والله سبحانه وتعالى هو الذي أراه الحق كما في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه. كيف الله سبحانه وتعالى جعل البينة في الإنسان؟ أولا بالفطرة الله سبحانه وتعالى ركب الفطره في الانسان لان الانسان مركب من اجزاء مختلفه من تلك الاجزاء الجسم والجسم فيه اعضاء والروح والنفس والعاقل والفطره وهذه ايضا كل واحد منها تنقسم الى أقسام وإلى أجزاء أو بعبارة أدق تتركب من أجزاء مثلا النفس عندنا النفس اللوامة النفس المرضية وهكذا وقد ذكرت في القرآن الكريم أيضا العقل مركب الفطرة مركبة كل إنسان فيه فطرة الله سبحانه وتعالى ركب تلك الفطرة في كل انسان، وكان مرحلة هذا التركيب في عالم الذر، وسيأتي تفصيل عالم الذر ان شاء الله تعالى، "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى" ففي عالم الذر الله سبحانه وتعالى ركب هذه الفطرة في كل إنسان فكل إنسان بفطرته يدرك أن له ربه ثم الله سبحانه وتعالى ملأ الآيات والبراهين في الآفاق في السماوات في الأرض وفي الأنفس كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نهاية الأمر أن بعض الناس بسبب سوء التربية، سوء التعليم، بسبب المصالح، يغفلون عن هذه الفطرة. فكأنه هذه الفطرة تدفن في ركام من العادات والتقاليد والمصالح والتربية السيئة. ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر هذه الفطرة في الأوقات الصعبة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، تظهر هذه الفطرة، حتى تكون الحجة تامة على هؤلاء، قل فلله الحجة البالغة، زين بعض الناس يهتدون بهذه الآيات والبينات، والبعض لا يهتدي زين الانسان الذي اهتدى بهذه الايات والبينات هذا برهان، البرهان الاخر ويتلوه شاهد منه يعني شاهد من الرب او شاهد من نفسه، الشاهد من الرب من هو؟ الرسل الانبياء الائمه هؤلاء شهود من الرب سبحانه وتعالى واذا قلنا شاهد من نفسه ايضا يفسر بالفطره فتفسير على بينه من ربه يصير البينات غير الفطره فهذان برهانان بين من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني البشارة التي جاءت في كتاب موسى في التوراة بالنسبة إلى هذا الدين، هذا أيضا برهان ثالث، هذا بالنسبة إلى قبل تحريف التوراة، أو القسم غير المحرف من التوراة، لأن تحريف التوراة استمر لمئات السنين. وفي زمان الرسول صلى الله عليه واله ايضا حرفوا التوراة التي كان فيها وصف الرسول صلى الله عليه واله لان الوصف الرسول كان مذكورا في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل لكن حرفوا التوراة نقصوا زادوا فهذه براهين ثلاثة تدل على صدق وصحة الدين الحق الذي هو الاسلام. هذا تفسير الايه التفسير العام. لكن هناك روايات كثيره روتها الخاصة والعامة في بيان مصاديق لهذه الايه او تأويل لهذه الايه. "أفمن كان على بينة من ربه الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله ويتلوه شاهد منه يعني الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإمام علي بن أبي طالب الرسول على بين من ربه لم يكن شاكا كلا بل الرسول صلى الله عليه وآله متيقن بالرسالة التي نزلت على قلبه المؤمن العادي لازم يكون متيقن فكيف بالرسول صلى الله عليه واله وهو اشرف خلق الله والذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته. اكو بعض مرويات العامه ان الرسول صلى الله عليه واله حينما نزل عليه جبرائيل في غار حراء أراد أن ينتحر والعياذ بالله كان يريد يصعد إلى شاهق ويلقي بنفسه كذا كأنه شاك في رسالته متردد فيها هذه برويات غير صحيحة وتنقيص من قدر الرسول صلى الله عليه وآله الذي رفعه الله سبحانه وتعالى فهي روايات إسرائيلية أو من أعداء الإسلام دست فيه هذه الكتب او بعض الرواة غير الثقات دسوها ثم تسربت الى الكتب. الرسول صلى الله عليه واله على بينة من ربه كان متيقنا بيقين لا درجة فوقه ونحن نعتقد انه كان نبيا قبل ان يولد في هذا العالم الله سبحانه وتعالى خلقه نورا حول العرش هو وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام وكان نبيا حول العرش والأئمة كانوا أئمة عليهم الصلاة والسلام خلقهم من نور عظمته ثم أنزلهم إلى هذا الأرض إلى هذه الأرض رحمة بالعباد فهو نبي وآدم بين الطين والماء، وقبل البعثة في الأربعين من عمره ما كان مأمورًا بالتبليغ، لم يكن رسولًا، كان نبيًا، لكن لم يكن رسولًا، عندما وُلد، وُلد وهو نبي، لما عمره عشر سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة، قبل الأربعين هو نبي. لكن رسالته كانت في الأربعين أمر بالتبليغ مثل عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام عيسى ما عيسى عندما ولد ولد نبيا تكلم في المهد قال إني عبد الله آتاني, آتاني الكتاب وجعلني نبيا ثم لما بلغ عيسى السن السابعة حسب بعض الروايات صار رسولا يعني امر بالتبليغ وجاء بالشريعه الى ان رفعه الله سبحانه وتعالى الى السماء وهو في الثلاثينيات من عمره الشريف رسول الله محمد كان نبيا قبل ان يولد وقبل الاربعين هو نبي في الاربعين امره الله بالتبليغ فصار رسولا يبلغ الرساله فهو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام شاهد على رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله ومن دلائل صدق الرسول هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومن معاجز الرسول الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. امير المؤمنين يشهد للرسول بالصدق وانه رسول الله، وهذا الشاهد منه منه يعني اما من الله يعني الله اختاره شاهدا للرسول او منه يعني من الرسول كما قال علي مني وانا منه. الرسول صلى الله عليه واله يقول هذا الحديث الذي رواه العام والخاصة علي مني وانا منه يعني شدة الملازمة بينهما فكأنهما شخص واحد كما الرسول صلى الله عليه واله يقول حسين مني وانا من حسين بأي معنى يعني شدة الاتصال والملازمة بينهما فعلي عليه الصلاة والسلام تابع للرسول في كل شيء كنت كما في نهج البلاغة يقول كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة حينما كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكوفة حاكما جاءوا بطعام لذيذ أظنه الحلوى كهديه الى امير المؤمنين لم ياكل منه لا من باب انه حرام لا حلال وانما قال ان رسول الله لم ياكل منه واخاف ان لا اتبعه ان لا الحق به يعني الرسول كان زاهدا صحيح هذا حلال لكن انا ما اريد اكل الطيبات اللذائذ حتى مثلا نفسي تميل إليها. لا أروض نفسي على التقوى. أربيها على مواساة الفقراء والمحتاجين. والإمام معصوم بس يعلمنا أيضا إحنا إذا توجهنا إلى الدنيا، الدنيا تغر. ما أكثر الناس الذين كانوا من المؤمنين لكن الدنيا غرتهم في البداية بالشيء القليل فلما يستطيب هذا الشيء القليل شوية شوية يكثر يزود عليه يزود عليه وإذا به تراه من الناس المجرمين الناس عرفناهم بالطيبة بالتدين بالتنزه عن المحرمات وعن أكل المال بالباطل لكن حينما وصلوا إلى السلطة في اليوم الأول ما فسدوا لكن بالتدريج قسم منهم حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها فلذلك من الأول الإمام يقطع هذا الأمر يريد يلحق بالرسول صلى الله عليه وآله فإذا تفسير بالمصداق أو تأويل هذه الآية بالرسول وبأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الشاهد ويتلوه شاهد منه. يعني أمير المؤمنين شاهد وهو من الرسول صلى الله عليه واله يشهد يشهد على صدق مقالة الرسول ويشهد على الأمة بأنهم اتبعوا الرسول أو لم يتبعوا الرسول. بعد الرسول هذا يرويها الخاصة والعامة، هاي روايته مو مخصوصة بالشيعة. العامة أيضاً تروي هذا، في كتاب البخاري أيضاً موجود أن الرسول في في يوم القيامة يقول: ما معناه أنه يؤتى بناس فإذا رجل يخرج من بيني وبينهم ويذودهم من الحوض. ويقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم غيروا بدلوا يعني معنى الحديث هكذا زين هذا الرجل من هو مو ملائكة رجل هذا نص البخاري فإذا رجل من هو هذا الرجل إذا نجمع الأحاديث أحاديث الخاصة والعامة هذا الرجل هو الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لأنه الساقي على الحوض. يعرف ذولا الذين بدلوا من بعد الرسول صلى الله عليه وآله. حتى في هذا الحديث اللي يرويه البخاري فأقول يا رب أصحابي أو أصيحابي أصحابي ذولا. فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ارتدوا بعدك. بعدين الرسول اقول فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم يعني القليل جدا يخلص منهم البقيه الى النار. امير المؤمنين يشهد عليهم كما ذكرنا في الحلقه الماضيه كل امام يشهد على الناس الذين كانوا في عصره. هذا بالنسبه الى الحديث الثالث. اما الحديث الرابع فقد مر في الاحاديث السابقه وهو تكرار لها ولكن بسند اخر. الحديث الاخير من هذا الباب وهو الحديث الخامس ايضا يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه باسناده عن امير المؤمنين صلوات الله عليه قال: ان الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه. وحجته في ارضه وجعلنا مع القران وجعل القران معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. زين هذه مجموعه اوصاف للائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ان الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا. التطهير بمعنى ان الله سبحانه وتعالى خلقهم طاهرين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه اراده تكوينيه. الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يخلقهم، الله حكيم ويخلق كما يشاء لكن بحكمته زين ذول الناس الله سبحانه وتعالى يريد يجعلهم الواسطة بينه وبين خلقه الأنبياء واسطة في التبليغ الأئمة يأخذون عن النبي صلى الله عليه وآله ويبلغون الناس ولهم أدوار هامة جدا الدور الهام لازم يناسب الشخص الذي يقوم بهذا الدور يعني مثلا انت الان تريد تجعل واحد رئيس في مستشفى خمد جيب واحد امي تجعله رئيسا في مستشفى اذا جبت واحد امي جعلته رئيسا في هذه المستشفى فهذا عمل خلاف الحكمه ليس واضع للشيء في موضعه اذا جامعه تريد واحد يصير رئيس الجامعه او مدرس في الجامعه ما تجيب واحد أمي تخلي مدرس في الجامعة أو رئيس للجامعة تجيب واحد دكتور أو بروفيسور ضمن مواصفات وتجعله مثلا رئيسا للجامعة أو مدرسا فيها زين هسه هذا زيد عندك طفل عمره سبع سنوات ست سنوات تريد هذا الطفل تجعله رئيس لجامعة تهيئه يدخل المدرسة يدرس الصف الأول الابتدائي الثاني الابتدائي كذا إلى أن يوصل إلى الإعدادية يوصل إلى الجامعة يصير دكتور مثلا وتصير له خبرة ضمن المواصفات إلى أن تصير له القابلية لأن يكون رئيسا للجامعة أو مدرسا في الجامعة تعين مدرس في الجامعة تهيئه عندما صارت إلى القابلية الأوصاف وجدت فيه تطيء المهمة التي تريدها. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي مهمة كبيرة لمجموعة من الناس. هذه المهمة الكبيرة تحتاج إنسان قابل لها، لائق لها. الله سبحانه وتعالى يخلقهم قابلين ولهم القابليه واللياقه لذلك لذا الله سبحانه وتعالى حسب الاحاديث المتعدده خلق نورا من عظمته ثم خلق ارواح الرسول صلى الله عليه واله والائمه من ذلك النور ثم خلق عليين اعلى مكان في الجنه ومن اعلى عليين خلق اجسامهم. فالروح طاهره مطهره من ماده هي نور عظمه الله. الجسم طاهر مطهر من اعلى عليين. بهذه التركيبه البشريه هم ظاهرهم كبقية البشر، قل انما انا بشر مثلكم. لكن المنزله اللي عندهم والماده التي خلقها الله خلقهم الله سبحانه وتعالى من خلق خلقهم منها تختلف عن سائر الناس. انت تشوف واحد أُمي وتشوف واحد أعلم العلماء. الظاهر واحد، هذا له عينان وذلك له عينان. هذا يحتاج إلى طعام ذاك يحتاج إلى طعام. وما جعل لهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين الجسد الجسم متشابه لكن منزله هذا اللي هو اعلى بالعلماء تختلف عن هذا اللي هو امي فالله سبحانه وتعالى طهرهم خلقهم من ماده تختلف عن ماده سائر الناس نعم سائر المؤمنين خلقوا من عليين، خلقت ارواحهم من عليين لكن من درجات ادنى. وفي تفصيل ستاتي في الروايات اللاحقه ان شاء الله تعالى في بحوث لاحقه. زين طهرنا هذا اولا وعصمنا يعني حينما انزلهم الى الارض بشكل طبيعي ولدوا كما يولد سائر الناس لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الذنوب. العصمة ملكة نفسانية تمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي وتسوقه إلى فعل الواجبات. وأيضا هذه الملكة في العصمة الكبرى تمنعه من الخطأ سواء في أمر التبليغ أو في الأحوال والأمور الشخصية. لا بجبر، العصمة ليست جبر، لا باختياره، لكن هذه الملكة موجودة، يعني شوفوا مثلاً الآن كل واحد منا إذا خرجنا شفنا قاذورات في الشارع هل نذهب إلى هذه القاذورات ونأكل منها؟ لا. لماذا؟ لأنه عندنا ملكة حالة في النفس تمنعنا من ذلك. لأننا نعلم قبح هذا الشيء وضرر هذا الشيء. وخبث هذا الشيء. هل نحن مجبورون؟ يعني واحد جابرنا كأنه مثلا قيدنا بسلاسل من حديد؟ لا. كل واحد يتمكن وله القدرة ولا أحد يجبره يتمكن من الذهاب إلى القاذورات والأكل منها. لكن لا يفعل لان قبح هذا العمل منكشف لديه ولوجود هذه الملكه النفسانيه المعصومين عليهم الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بان عصمهم من الذنوب ومن الخطا لا بمعنى انه لا يتمكن لا يقدر لكن قبح المعاصي منكشف لديهم وهذه الملكه النفسانيه موجوده، هذه الملكه تمنعهم من ارتكاب المعاصي تمنعهم من ترك الواجبات تمنعهم عن الخطأ، وهذا بلطف من الله سبحانه وتعالى. أن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا زين فعندما القابلية وجدت خلقه طاهرا معصوما لا انه خلقه ثم طهره خلقه ثم عصمه لا خلقه طاهرا خلقه معصوما زين عندما كان بهذه الحاله يكون الى القابليه لان يؤدي المهام التي ارادها الله سبحانه وتعالى شنو هي هاي المهام وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في ارضه حجة الله في الارض الرسول وال الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يحتج بهم على العباد. جعلهم الميزان. هؤلاء حجة الله على الارض. يميز الله سبحانه وتعالى للناس الحق عن الباطل. الصحيح عن السقيم. هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. الحجه في الارض يحتج بهم في الدنيا وفي الاخره وشهداء على خلقه يشهدون على الخلق الان تحمل الشهاده يعني الله سبحانه وتعالى يعلمهم يطلعون على افعال العباد هاي تحمل الشهاده في يوم القيامه يؤدون هذه الشهاده تحمل الشهاده واداؤها حجه الله سبحانه وتعالى في الارض وفي يوم القيامه الله يحتج على العباد بهم قل فلله الحجه البالغه هذه بحاجه الى محل قابل والله حكيم لا يجعل شيء في محل غير قابل اكو بعض الناس يجي ينكر مقامات الانبياء بقامات الائمه وثم يذكر قل انما انا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم هذه آية قرآنية لكن معناها أنه في التركيبة الجسدية هم بشر لأنه الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يقتدوا بهم زين أنت تقتدي به لازم يكون بشر مثلك حتى تقتدي به ليس معناها أنه بشر مثلنا في المنزلة في المقام هو معصوم إحنا مو معصومين نعم هذه منزلة من الله سبحانه وتعالى نعم تركيبته الجسدية كتركيبتنا لكن هو رسول من الله سبحانه وتعالى ونحن لسنا رسلا هو مقامات أعلى من مقاماتنا الله يجري المعاجز على يدي الأنبياء ولا يجريها على أيدينا هذه مرتبطة بالمقامات زين فالله حكيم اللي ينكر مقامات الأنبياء ومقامات الأئمة في الواقع هذا لم يلتفت الى حكمه الله سبحانه وتعالى الله يجعل الامر في المحل المناسب واللائق لا غير ذلك وحجته في ارضه زين هل هم الحجه الوحيده لا اكو حجه ثانيه ايضا لله وهو القران الرسول واهل البيت حجه لله والقران ايضا حجه لله القران حجة وأهل البيت حجة والرسول حجة ولذا الرسول صلى الله عليه وآله حينما حانت منيته ماذا كان يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وفي بعض هذه الأحاديث وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض لذا وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا. جعلنا مع القرآن يعني نحن نعمل بكل ما في القرآن. وجعل القرآن معنا يعني القرآن يشهد لنا. الآيات القرآنية التي فسرت وأولت بهم عليهم الصلاة والسلام. لا نفارقه ولا يفارقنا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا نفارقه يعني هم مستمرون مع القرآن. القرآن لا يفارقهم يعني مستمر فيهم إلى يوم القيامة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهذا الحديث وأمثال من دلائل وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإنهما لن يفترقا يعني ما دام القرآن موجود فأهل البيت موجودون الآن الإمام من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو الإمام المهدي لو أهل البيت ماتوا كلهم والقرآن موجود صار افتراق القرآن موجود وأهل البيت غير موجودين لا وإنهما لا يفترقا وهذا مستمر مستمران معا في هذا العالم وفي العوالم الأخرى حتى يرد علي الحوض إلى يوم القيامة فالقرآن شاهد وأهل البيت شاهدون أيضا لأن القرآن أيضا يشهد هذا أحاديث هذا الباب فهم شهداء على الخلق كل أعمالنا تعرض عليهم لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك فعلينا أن نراعي يعني شوف إذا احنا مثلا جالسين في غرفة ونعلم أن هناك كاميرا تصور أفعالنا وأقوالنا نلاحظ نراعي الآن شايفين السواق عندما يصلون إلى مكان فيه كاميرا تلتقط السرعة أو المخالفة حتى لو هو سائق يخالف لكن عندما يصل إلى الكاميرا يحاول أنه يلتزم بقوانين السير لأنه يدري إذا خالف القانون الغرامة راح تجي زين احنا لازم نعلم بان الله سبحانه وتعالى شاهد علينا، رقيب علينا، يعلم بكل ما نفعل. وايضا باذن من الله واراده منه الرسول يعلم بكل افعالنا لان افعالنا تعرض عليه. الائمه عليهم الصلاه والسلام افعالنا تعرض عليهم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويوم القيامه يجون يشهدون على اعمالنا. اذا وصلنا الى الايمان بهذه الايات وهذه الروايات راح نراعي في اعمالنا نحاول ان اعمالنا تكون حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نسال الله التوفيق لنا ولكم وان يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.